كل ده يعني كل ده بيجي لك عشان كده عقد رعايه كبير. كل النجاحات دي كذلك افتتاح فرع التجمع ان شاء الله قريب ده نجاح تاني. انتصارات في كل الالعاب، بتكسب سوبر، بتكسب سله، بتكسب طايره، بتكسب كل حاجه. فانت عشان النجاحات دي كلها، ميزه اداره النادي الاهلي ان هي بتعمل في صمت وان هي بتعمل النجاحات دي كلها من غير كلام. النجاحات مش بالكلام، النجاحات بالفعل. بيشوف النادي الاهلي واداره النادي الاهلي على طول، راح فرع زي ما احنا شايفين كده فرع التجمع، ده في زياره الكابتن خطيب ومجلس اداره لفرع التجمع النهارده علشان يضيفوا للبنيه التحتيه الرياضيه وللمنشات الرياضيه المصريه فرع تاني يساهم في الانماء والتطوير. الفرع الرابع او الخامس دلوقتي، ده الخامس، ده انت يساهم في تطوير واعمار منطقه جديده النهارده. الشركات اللي بتيجي تدفع فلوس دي، اللي هي بتدي مثلا، هي لما بتدي هي عايزه تاخد، عايزه تجني، هي مش بتدفع كده مقابل حبا، لا هي عايزه تديك حاجه ببلاش. مش هيديك حاجه ببلاش. فهو النهارده النادي الاهلي لما بتلاقي الاكثر شعبيه، الاكثر بطولات، الاكثر تاريخ، عندك اربع خمس فروع عشان يحطوا الاعلانات على النادي، فكل ده هيكسبوا منه. هم مش حاطين، لكن لما بيروحوا الانديه الثانيه الناس بتسال هو ليه الاهلي دايما هو الاكثر، الاكثر ميزانيه والاكثر، عشان خاطر النجاحات دي يا جماعه. ان هو النادي الاهلي رقم واحد، الاكثر شعبيه في الوطن العربي، الاكثر تفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل الجماهير، الاكثر بطولات، واتكلمنا على 144 بطوله في 115 سنه. النادي الاهلي كمان بطل القرن في افريقيا. النادي الاهلي اكتر نادي في العالم لعب ماتشات في كاس العالم للانديه، 18 مباراه، واكتر نادي حقق البرونزيه 3 مرات، واكتر نادي كده وديه يا اخي دي لا، بعض الناس بتقول لك بلاش تحطها، بلاش تحطها في البطولات، اصل هي سوبر شرفيه برضه. اي بطوله الاهلي ياخدها سوبر شرف. ثالث اكتر نادي في العالم وقف على منصات التتويج في كاس العالم للانديه بعد ريال مدريد وبرشلونه. عندك دلوقتي 5 فروع، فكل المكاسب دي. فالناس هنا يعني، والنادي الاهلي دايما ورا الدوله وورا مسؤولية الدوله وورا مؤسسات الدوله. فهنا انت دايما اي بني ادم ناجح، او زي ما المثال ده الشجره المثمره يجذفها الناس بالحجاره، وده اللي بيحصل على النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي. والحقيقه يعني دي جوله النهارده يا جماعه اللي الدكتور سعد شلبي اشار اليها، انه لمده 6 ساعات للكابتن خطيب ومجلس اداره النادي مع المهندس سامح علي كامل المستشار الهندسي للنادي في فرع التجمع، للاطمئنان على اخر كل حاجه. وقال لكم الدكتور سعد انه 3/12 هيبدا نقل كل الهياكل الاداريه وكل العاملين الى وحدات العمل في فرع التجمع، ويبدا من يوم 16/12 استقبال الاعضاء ان شاء الله في هذا الفرع الجديد، تمهيدا وللاعلان فيما بعد عن موعد الافتتاح الرسمي اللي ان شاء الله يكون لائق بهذا الحدث الكبير. ما من مناسبه الاهلي عنده هذا القدر الكبير من الامتنان، ما تضيعوش شعور النادي الاهلي ومسؤوليه بالامتنان الكبير جدا لما يلقاه الاهلي من دعم مؤسسات الدوله ومسانده كل اجهزه الدوله ووزاراتها للنادي الاهلي في مشاريعه، لانه في الاول وفي الاخر الاهلي ما بيشتغلش لوحده، بس الاهلي كمان عنده هذا القدر من الشعور بالفضل والامتنان لجهود الدولة. في كل مناسبة كابتن محمود الخطيب بيبقى حريص على كده. وأفكركم لما الأهلي كان بيحط حجر الأساس، يعني احنا دلوقتي بنتكلم على التجمع، لما كان بيحط حجر الأساس لاستاد الأهلي الجديد في الشيخ زايد، كلام وقتها الكابتن الخطيب اتكلم عن ما يلقاه النادي الأهلي من دعم قيادات الدولة